احتفلت رعية كنيسة بيوس العاشر في الزرقاء بمنح سري المناولة الأولى والتثبيت لأبنائها وبناتها، حيث ترأس القداسة الاحتفالية سيادة المطران جمال دعيبس مطران اللاتين في الأردن، بحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات وجمع غفير من المؤمنين. وفي بداية الاحتفال رحب كاهن الرعية الأب يوسف رزق بالمطران دعيبس وقال: أبناؤنا وبناتنا سيتقدمون للمناولة الأولى لأول مرة، وسيكون يسوع رفيق دربهم في هذه الحياة، وسيحل عليهم الروح القدس فيكون جنوداً أمناء للسيد المسيح ولكنيسته. وفي عظته ركز المطران دعيبس على أهمية نيل الأسرار المقدسة، حثاً الأهل على متابعة مسيرة الإيمان لأبنائهم كي ينمون في حضن الكنيسة. هذا الشيء الرائع، أنه هذا التحضير وبالاعتراف حتى نتناول جسد المسيح بقلب طاهر نقي، صحيح؟ دائما لما بدنا نتناول بده يكون قلبنا طاهر نقي. خلي اولادنا يعلمونا كيف نحضر حالنا للمناوله، لانه المناوله هي بنتناول جسد المسيح. خلوا دائما قلبكم نقي طاهر من جوا عشان المسيح يسكن في قلبنا، والمسيح بيسكنش مع الخطيه. إذا في خطية ما بسكن معنا المسيح. فدائما لما نحضر حالنا للمناولة خلينا دائما قلبنا طاهر نقي. كل مرة خليها تكون كأنها أول مناولة بهذا التحضير الداخلي. نطلب من الروح القدس يعطيكم القوة والنعمة حتى تشهدوا لإيمانكم، حتى تعيشوا هذا الإيمان، حتى تعيشوا حياة مسيحية حقيقية. هذا الروح القدس هو اللي بيقوينا، بيعطينا نعم كثيرة، بيعطينا مواهب كثيرة. وبختم بدي أذكر نعمة من نعم الروح القدس اللي بيعطيها إلنا كلنا، وهي نعمة المحبة اللي بحكينا عنها الإنجيل اليوم، الإنجيل المقدس. القديس بولس بيقول إن محبة الله أفيضت في قلوبنا بالروح القدس. مع الروح القدس يعطينا نعمة المحبة. وفي نهاية الاحتفال قام سيادته بتكريم بعض أعضاء الرعية لخدمتهم المتميزة في الكنيسة.